طبعا دلوقتي هشوف ازاي نعمل جنريت فيو، نعمل فيوات جديدة. فهاجي من element واجي هنا من السكشن اقول له جنريت فيو، وابدا اقول له مثلا عايزها من الجهة ديت، فليه نزلها بالشكل دوت. طب انا عايزها من الجهة الاخرى، طب انا عايزها بالشكل دوت، فيبدأ يجيبها لي. طب انا عايزها تغير فيها، طب انا عايزها بلان فيو، تبدأ تشوف الارتفاعات والاي بوينت بتاعتك هتبقى عاملة ازاي. ممكن اول او سيلكت، الحاجة اللي هتعمل عليها سيلكت بس هي اللي هتيجي معاك. ممكن تضيف وتحذف من خلال شيفت، تقدر تحذف اللي انت عايزه. الدرونج فايل عايز كام ملف، لوحة، الليرات، الليرات الاكتف. طب انت عايز لما تيجي تمسك الحاجة تمسكها من انهي طرف، من الاطراف فوق تحت. الفورمات، الليبل، عايز السيرفيس يجيبها لك مثلا بالشكل ده. كل ده في ثواني معدودة تقدر تختار اللي انت عايزه.